ونبقى بالفن يا عادل، وفي ظل ترقب جماهير الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله لإطلاق ألبومه الجديد بعنوان عالم موازي الخميس المقبل، فاجأ الفنان السعودي جماهيره بتغريدة عبر حسابه في تويتر بإعلان إطلاق الألبوم عبر قناته في يوتيوب منتصف الليل. الألبوم الذي انتظره عشاق عبد المجيد طوال سنوات مضت جاء بإمضاء عدة شعراء وملحنين من أبرزهم فهد المساعد وياسر بوعلي، إضافة إلى عودة عبد المجيد للتعاون مع رفيق الدرب الشاعر تركي والملحن طارق محمد. لو حزن لصار عندي حكي واجب غصب عني سكت، لصار عندي حكي واجب غصب عني سكت، لزاد شوقي حاولت أقاوم ما قدرت، لا ضاقت الدنيا وحزنت، لا صار عندي حكي واجب غصب عني سكت سكت، لا صار